مساء الخير يا شباب. النهارده ان شاء الله معانا محاضره الباثولوجي الثالثه بعنوان Obstructive Lung Disease، وعلى غير العاده فان شاء الله النهارده هناخد المحاضره كلها، يعني هناخدها كلها وهي سهله ولذيذه والكلام بتاعها لذيذ. هنعرف المهم في كل واحده والمميز والحاجات دي وخلاص. هي محاضره لذيذه جدا، فمش هتاخد مجهود ان شاء الله في المذاكره منك، وعلى قد ما نقدر برضو مع بعض هنبسط كل حاجه، فيعني ان شاء الله هنشرحها كلها. نبدا في الاول. هو بيقول لك ان الاوبستراكتيف لانج ديزيز في 3 ميجور ديز اوردر. اول حاجه الازمه، تاني حاجه مصطلح اسمه السي او بي دي، كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز. قال لك ده في منه صورتين، يا اما انفيزيما دي اللي عند عادل امام، وكرونيك برونكايت. ماشي، يبقى احنا كده لحد دلوقتي هندرس ايه؟ اول حاجه الازمه، تاني حاجة الانفيزيما، تالت حاجة كرونيك برونكايت، رابع حاجة البرونكستيزيس. تمام، فرق بين الاتنين، كرونيك برونكايت وبرونكستيزيس. دول الأربع أمراض اللي هندرسهم في المحاضرة. تمام، الأزمة، تاني حاجة السي او بي دي اللي هم انفيزيما وكرونيك برونكايت، وآخر حاجة البرونكستيزيس. ماشي، بيقولك ان الامراض دول كلهم الاربعه، يعني الازمه والانفيزيما والكرونيك برونكايت والبرونكوستيزيس، كاركترايزد باي اير اوت فلو اوبستراكشن، مع كده بلس او ماينس ان فلو اوبستراكشن. يعني ايه؟ يعني الاربع امراض دول بيأثروا على خروج الهواء اكتر، ممكن يأثروا على دخول الهواء، لكن هو بنسبه كبيره او في الاغلب هو بيأثر على خروج الهواء. بعد كده بيقول لك ان الاوبستراكشن ممكن يحصل من البرونكيول للمين ستيم برونكاي. بس دي كده معلومه يعني عن الاربع امراض عموما. هو بيقول لك يعني ان هو بيأثر اكتر على الاير اوت فلو اوبستراكشن. ماشي، بس يعني اعرف المعلومه دي. حتى يقول لك دخول الحمام مش زي خروجه، افتكرها بالجمله دي، دخول الحمام مش زي خروجه، فهو بيأثر على خروجه اكتر. تمام، هنبدأ نتكلم عن مرض فيهم. احنا اتفقنا عندنا اربع امراض، اعمل تقسيمه للمحاضره في دماغك. اول حاجه الازمه، تاني حاجه السي او بي دي اللي هم الانفيزيما والكرونيك برونكايت، وفي الاخر البرونكستيزيس. ماشي، هنبدا دلوقتي نتكلم عن الازمه. بيقول لك كده شويه حاجات، يقول لك اول حاجه هو ريفرسيبل. ماشي، وحط خط او نجمه عند كلمه ريفرسيبل. طيب كاركترايزد باي ايه؟ هايبر اكتيف وهايبر ريسبونس للاير واي. طب ده بيؤدي لايه في الاخر؟ بيعمل لي برونكو كونستريكشن. عارف عيان الازمه ده اللي هو ايه؟ بيبقى عامل كده. تمام، هو عنده هايبر اكتيف وهايبر ريسبونس للاير واي، فده بيعمل له برونكو كونستريكشن، بيعمل كونستريكشن في البرونكاي، فعشان كده بتلاقيه دايما يقول لك وبيقعد يعمل الصوت دوت او الاحساس ده. يعني ماشي، ده اول حاجه هايبر اكتيف وهايبر ريسبونسيف اير واي، فده بيعمل لي برونكو كونستريكشن. خط كده صغير تحت هايبر اكتيف وهايبر ريسبونسيف اير واي ليد تو برونكو كونستريكشن، دول مخصصين للازمه، حتى افتكرها الازمه. تمام، الاغلب ان الازمه دي بتيجي مع حد عنده فاميلي هيستوري اوف اسيزيما. اسيزيما دي زي حساسيه في الجلد كده، او نوع من انواع الحساسيه. يعني المهم ان في فاميلي هيستوري في الحوار، او ممكن حد عنده الرجيك راينايت. ويقول لك بقى ان ممكن في بعض الاحيان اللي هو الهايبر سنسيتيفيتي ميديتد كونديشن. كل ده كلام انش، اهم حاجه عندي كلمه فاميلي هيستوري، يعني دي كاركترستيك ليها شويه. باقي الامراض هتلاقي ان السموكينج هو اللي يعتبر العامل الاساسي فيها، لكن الازمه بتبقى عامل وراثي اكتر، بيبقى عايزه يعني عايزه حد فاميلي هيستوري. ماشي، فلازم برضو تبقى عارف ان الفاميلي هيستوري دي لحد ما كاركترستيك للازمه. حلو حلو، سيبك بقى من الكتاب، تعال بص معايا في الصوره اللي انا بعتها. انا عندي نوعين من الازمه، اكسترينسيك وانترينسيك. دلوقتي لما اجي في الامتحان هجيب لي كيز ويقول لك ان هو مريض ازمه، بس عايزين نعرف مثلا هو اكسترينسيك ولا انترينسيك. هتعرف منين؟ اول حاجه الاكسترينسيك. ايه الاكسترينسيك؟ اول حاجه مشهوره يقول لك ده هايبر سنسيتيفيتي تايب 1 اي جي اي. ماشي، الجدول اللي انا عامله ده يعني الاربعه بتوع الاكسترينسيك يتحفظوا والاربعه بتوع الانترينسيك يتحفظوا، ان كل واحده فيه مميزه ليها. فلما يقول لي هايبر سنسيتيفيتي تايب 1 او اي جي اي، ده بتاعت مين؟ دي بتاعت الاكسترينسك. تمام، طب الفترة بتقلك تيجي فترة الشايلد هود،
يعني بتيجي في الأطفال شوية أكتر. لازم يكون في فاميلي هيستوري. ممكن أحيانا تيجي مثلا لو عملت انهاليشن مثلا للدست أو للبولن، يعني الحاجات اللي هي ايه اللي بتعمل لك حساسية كده، أو يعني ممكن تعمل أزمة. تمام، ده المين، ده الاكسترينسيك. يبقى الاكسترينسيك بيجي مع الأدلت ولا للتشيلدرن؟ لأ ده مع الأطفال. ده الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1 بتاع الاي جي اي، ده اللي عايز فاميلي هيستوري، ده الاكسترينسيك. اعكس في الانترينسيك يعني ايه؟ يعني الانترينسيك مش شرط يكون في اليرجيك كوز، ممكن نون اليرجيك كوز. يجي في الادلت ممكن يجي مع الفيروس، لو في فيروس يجي مع الاكسرسايز، يعني لو حد مثلا عمل تمارين. يجي مع الكولد تمبريشر، ما لو في جو برد. تمام، فمش شرط ان يكون في او ما فيش فاميلي هيستوري. مشهور مع السيجاريت والاسبرين، الناس اللي بتاخد اسبرين او الناس اللي بتشرب سجاير، فعشان كده حتى بنقول ان هو بيجي في الادلت. ده مين؟ ده الانترنسيك. فلما يجي يقول لي مين اللي بيجي في التشايلد هود، لا ده الاكسترنسيك. طب مين يجي مثلا بسبب السجاير؟ ده الانترنسيك. مين اللي هايبر سنسيتيفيتي تايب 1؟ ده الاكسترنسيك. فاعرف كده الجدول، هو لذيذ ما فيهوش حاجه، يعني الكلام سهل خالص. حلو، في حاجه صعبه؟ لا مفيش حاجه صعبه. طيب بص تحت الجدول كده في سطرين ثلاثه انا كاتبهم، ايه هما؟ قال لك اول حاجه ان الاثنين بوس lead to bronchial hyper response. الاثنين بيعملوا لي bronchial hyper response. احتفعنا ان مريض الازمه ده بيقول لك بيعمل كده. تمام، وفي بعض المواد في inflammatory cell بتطلع، انا مش كاتبها هنا بس يعني خليك عارفه، في inflammatory cell بتطلع زي الهيستامين اشهرهم، فده يمكن اللي بيعمل برونكو كونستريكشن، وده اللي يعني بيخلي عندك اللي هو الاحساس ده يعني. تمام، ده اللي هو البرونكيال هايبر ريسبونسيف او ريسبونسيفنس. دي موجوده في الاثنين سواء اكسترينسيك او انترينسيك، سواء طفل او ادلت مش تفرق، يعني اللي تحت الجدول ده موجود في الحالتين. دي اول حاجه لازم تبقى عارفها. طيب تاني حاجه بقى، ايه سبب اصلا حدوث الازمه؟ احنا اتفقنا ان عين الازمه بيبقى مش قادر ياخد نفسه، بيعمل كده. طب ليه بيعمل كده؟ ما هو بيعمل كده علشان الريزيستنس بقت عالية. هو بيعمل كده عشان هو مفيش هوا وصل له، هو عايز هوا، فالريزيستنس بقت عالية. تمام، طب ليه الريزيستنس بقت عالية او ليه الهوا مش وصل له؟ ده بسبب ان الاير واي بقى نارو، يعني الحتة اللي الهوا بيمشي فيها بقى ضيق، فطبعا الحتة دي لما ضاقت الريزيستنس زادت. حتى هو مكتوبة برضو في البي دي اف سبيشالي ديورنج اكسبيريشن، زي ما قلنا دخول الحمام مش زي خروجه. طيب ايه السبب اللي خلى الاير واي يكون فيه ناروينج، او ايه سبب ان الريزيستنس تزيد؟ هما 3 حاجات. اول حاجه سموث ماسل كونتراكشن، احنا اتفقنا انه بيحصل هايبر اكتيف وهايبر ريسبونسيف اير واي، بيعمل لي برونكو كونستريكشن. طيب ما برونكو كونستريكشن للي سموث ماسل كونستريكشن او كونتراكشن، دي اول حاجه. تاني حاجه بيحصل اديمه في الميوكوزا. تالت حاجه بيبقى فيه بعض السكريشن، لما بيحصل افراز في سيكريشن طلعت دي بتضيق لي الاير واي وتزود الريزيستنس. فدول 3 حاجات هما السبب في زيادة الريزيستنس او انه يحصل اير واي ناروينج. حلو كده، في حاجة صعبة؟ لا، هتروح تقرا البي دي اف هتلاقيهم هما بالظبط. اخر حاجة بص كده في اول سطر تحت الجدول، اخر كلمة خالص انا كاتب ان هو ريفيرسابل. تمام، ده حتى احنا قلناها في الاول خالص، فاحنا بنتكلم عن الازمة اتفقنا ان هي ريفيرسابل بس، فانت لازم تبقى عارف برضو ان المرض ده ريفيرسابل. بس في كلمه بقى ومزوده في البي دي اف يقول لك ان هو في الاغلب بيبقى ريفيرسابل، عشان كده بتوين الاتاك معظم الناس اللي عندها الازمه يعني لا بيبقى نورمال فيسيولوجي عادي، يعني هو دلوقتي لو الازمه دي تيجي وتروح تيجي وتروح هي ريفيرسابل، ففي الاغلب يعني هو عادي بيبقى عايش حياته عادي، بيجي وقت الازمه بعد كده تروح تاني وهكذا. بس ده بالنسبه لي الصوره اللي انا بعتها، يعني واخدة عندك شوية حلوين، واخدة حوالي صفحة أو 3/4 صفحة في البي دي اف. ناقص بس نقرا مع بعض السيبتومز والباثولوجي بتاعها. السيبتومز قال لك أول حاجة shortness of breath، يعني تيجي تتنفس في صعوبة في التنفس، في chest pain، في wheezing. wheezing دي اللي هي عارف انت اللي هو ايه، بيبقى في زي صوت صفورة، انت لو يعني انت لو دكتور وبتكشف على العيان قلت له خد نفس، يعني انسبيريشن اكسبيريشن، هتسمع صوت زي صوت تزييقه كده، صوت صفافير
هتسمع كده في السماعة، وده صوت الويزنج، يعني حاجة بتزيق. تمام. بعد كده يقولك برضه ممكن يكون في كافنج او ويزنج اتاك. يقولك بقى ان هي worsened by respiratory virus، زي لو في دور برد مثلا او كده. فأعراض بديهية، ما اكيد shortness of breath، واكيد في chest pain، وكلمة ويزنج بس، ان صدره بيزيق كده وهو بياخد نفسه. دي السيمبتومز. دخل بعد كده على الباثولوجي. طيب احنا اتفقنا ان السموث موسل بتعمل كونتراكشن، فمن كتر ما هي بتعمل كونتراكشن بيحصل لها هايبرتروفي، حجمها بيكبر. تمام. تاني حاجة بيحصل انفلتريشن لبعض الخلايا زي الايزينوفيل والليمفوسايت. تالت حاجة الميوكوس جلاند بتكبر. تالت حاجة الميوكوس جلاند بتكبر. رابع حاجة الجوبلت سيل بتكتر. ماشي. دول اربع حاجات تحفظهم زي اسمك، سموث مسل هايبرتروفي. في بعض طبيعي في التهاب او في حاجة غلط بتحصل، فاكيد في خلايا او في انفلتريشن لخلايا ايزينوفيليك وليمفوسايت. بعد كده الميوكوس جلاند بتكبر والجوبلت سيل بتزيد. دي بقى مهمة جدا 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 جدا، لان هي كاركترستيك للازمة اللي هي الكورشمان سبايرلز. ماشي. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوية خيوط حمراء تبقى لفة حوالين نفسها. دي بنشوفها فين؟ بتشوفها في السبيوتم. انت بتاخد سبيوتم بتاع العيان وتفحصه تحت الميكروسكوب، بتشوف زي خطوط حمراء كده ولفة حوالين نفسها، ده اللي هو الكرشمان سبايرلز. حتى هو كده بين قوسين وورلد ميوكس بلاد، وورلد يعني شبه الديدان، وميوكس ان احنا بنشوف في الميوكس او في السبيوتم يعني. بس والحوار ده على فكرة بيبقى موجود في اغلب الامراض الاوبستراكتيف يعني، بس هي كاركترستيك اكتر للازمة، كورشمان سبايرلز. تمام. دي اول حاجة. طيب غير الكورشمان سبايرلز في حاجة تانية كاركترستيك برضو للازمة، اللي هي الشاركوت ليدن كريستال. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن ايزينوفيليك كريستالز، بلورات حمراء. ماشي. بس ده اللي عايزك تعرفه. يبقى تعرف لي الشاركوت ليدن كريستالز اللي هي بلورات حمراء، وتعرف لي الكرشمان سبايرلز، ان الاتنين دول كاركترستيك للازمه. بس ده كده اول مرض فيهم اللي هو الازمه. يبقى احنا اتفقنا عندنا اربع امراض، اخدنا اول واحد الازمه، فرقنا بين الاكسترينسيك والانترينسيك، اخدنا الاعراض بتاعتها والباثولوجي بتاعها. هنخش دلوقتي على تاني مرض اللي هو الكرونيك برونكايت، اللي هو تبع السي او بي دي. تبع السي او بي دي اول حاجه الكرونيك برونكايت. احنا هنتكلم كده في الاول ايه كلام عربي، يعني افهم العربي هتعرف تقرا الانجليزي. هيجي لك عيان يقول لك يا دكتور انا بكح بقالي سنتين. تقول له ياه الكح عندك بقالها سنتين؟ يقول لك اه والله يا دكتور. هتقول له طب بتكح قد ايه في السنه وايه المعدل بتاعك؟ قال لك بكح 3 شهور في السنه، يعني انا بقالي سنتين كل سنه بكح 3 شهور. تمام. دي اول حاجه هيشتكي لك بيها، هو بيكح لمده سنتين كل سنة 3 شهور. دي أول حاجة. تاني حاجة تقول له طب أنت بتكح، الكح بتاعتك ناشفة ولا بلغم؟ يقول لك لا والله يا دكتور دي كحة بلغم. فهتيجي تشوف الكرونيك برونكايت يقول لك إيه ديفايند كلينيكالي أز، أول حاجة برودكتيف كاف، برودكتيف كاف يعني كحة بلغم، أوكرينج أت ليست 3 مانثس بير يير، على الأقل 3 شهور في السنة، وعلى الأقل 2 consecutive years، يعني على الأقل سنتين ورا بعض. ماشي. حتى هو يقول لك كاركترايزد باي اكسسيف ميوكس برودكشن في الاير واي، بيبقى فيه ميوكس كتير. طبعا ما هي كحه بلغم يعني فيه ميوكس كتير، فكده يبقى فيه ميوكس في الاير واي. طيب ايه المين كوز بتاعها؟ المين كوز توباكو سموكينج. ماشي. خط ونجمه وشباك وكل حاجه تتخيلها. طبعا الديفينيشن مهم، ده احنا عارفين ده شيء متفق عليه من الاول، سواء في الازمه ان هو الازمه قلنا ان هو ريفيرسابل وهايبر اكتيف وهايبر ريسبونسيف للاير واي والكلام ده، تعريف الازمه. كرونيك برونكايت مهمه، مهم تعرف الشروط، برودكتيف كاف، لازم كحه لمده سنتين كل سنه 3 شهور. ماشي. والمين كوز ده اللي هو التوباكو سموكينج، لازم تعرف السبب، مهم جدا التوباكو سموكينج ديت. طيب السموكينج ده بيعمل لي كرونيك برونكايت فين؟ في ال developed countries، يعني في الدول المتقدمة، يعني مثلا في أمريكا وإيطاليا والدول وروسيا والدول الكبيرة دي بيحصل لهم chronic bronchitis بسبب ال smoking أو ال tobacco smoking. ده في ال developed countries. طب في ال developing الدول النامية قالك ممكن يبقى بال fumes بتاع ال burning foil. تمام. يعني بيجي من ال fumes بس. فتفرق مين يعني ايه هو عايز ال commonest cause في ال developed ولا في ال developing؟ عشان في الديفلوبد الناس دي ما عندهاش فيومز والهبل ده، الناس دي مظبطه حالها، بس هما معتيه معتيه فبيشربوا سجاير.
لكن احنا هنا غلابة، فبيجي لنا من الفيومز على طول، مش لسه هنشرب سجاير يعني، مش لاقيين ناكل عشان نجيب سجاير اصلا. هتيجي انت تسأل نفسك سؤال، طب ليه السموكينج، ليه السموكينج بيعمل كرونيك برونكايت؟ عد معايا يا عم. اول حاجة هايبرتروفي في الميوكوس جلاند او البرونكيال ميوكوس جلاند. طيب دلوقتي حصل تضخم في البرونكيال ميوكوس جلاند، الجلاند اللي بتطلع لي الميوكوس، ده معناه ايه؟ معناه ان في زيادة افراز للسكريشنز اللي هي الميوكوس، يعني الميوكوس هيزيد، يعني البلغم هيزيد، ده اللي اصلا تعريف الكرونيك برونكايت. يبقى السموكينج بيزود الميوكوس، بيزوده ازاي؟ عن طريق ان هو بيعمل هايبرتروفي للبرونكيال ميوكوس جلاند. فاعمل خط كده عند هايبرتروفي اوف برونكيال ميوكوس جلاند، خط اكتب واحد، واعمل سهم اكتب زيادة الميوكوس، ماشي؟ ده اول سبب. تاني سبب ان هو بيعمل دامج للسيليا اللي في اللي في اليومن بتاع البرونكاي، تمام. طيب ايه فايدة السيليا؟ يعني انت دلوقتي بتقولي ان هو بيدمر السيليا، طب هي السيليا كانت مهمة في ايه اصلا؟ الفكرة ان السيليا اللي موجودة في البرونكيال اليومن دي كانت بتطرد البلغم اللي بيتم افرازه. يعني هو في العادي الميوكوس جلاند بتطلع بلغم من كمية معينة، تيجي السيليا تاخد البلغم ده تطرده. دلوقتي انت رحت مزود انتاج الميوكوس ورحت مدمر السيليا اللي بتطرد الميوكوس، فبالتالي الميوكوس اتراكم. فرقم اتنين بيحصل دامج للسيليا اللي لايننج البرونكا اليومن. طيب تالت حاجة، قالك تالت حاجة بيعمل انفلوكس للانفلاماتوري سيل. طب الانفلاماتوري سيل زادت، ايه اللي بيحصل للاير واي؟ بيحصل فيه انفلاميشن، حصل انفلاميشن هيحصل ايه؟ اعمل سهم كده اكتب اديما، تمام. تاني بان عندي تلات حاجات بسببها السموكينج بيعمل كرونيك برونكايت، ايه هما؟ واحد واتنين ليهم علاقة بالميوكس، ازاي؟ رقم واحد ان هو بيعمل الهايبرتروفي للميوكس جلاند، فبالتالي السكريشن او افراز الميوكس بيزيد. تاني حاجة ان هو بيعمل دامج للسيليا، واتفقنا ان السيليا دي اصلا هي اللي كانت بتطرد البلغم او الميوكس، فبالتالي لما انا دمرتها الميوكس هيتراكم عندي. تالت حاجة ان هو بيزود دخول الانفلاماتوري سيل، فبالتالي بيعمل انفلاميشن ويعمل لي اديما. دول السموكينج كوزز، يعني ليه السموكينج ممكن يعمل كرونيك برونكايت. طيب يقول لك بقى ان الميوكس برودكشن لما زاد، يعني بص تحت يقول لك increased mucus production، ده رقم واحد. تاني حاجة حصل airway wall sickness، ما احنا اتفقنا فوق ان هو بيحصل inflammation و edema، يعني السكنس زاد. طب رقم واحد حصل mucus production، رقم اتنين حصل airway wall sickness، دول مالهم؟ قال لك دول بيقللوا ال cross section area بتوع اليومن، يعني بيقللوا الحجم او الاريا بتاعت اليومن، بيقلل ال airway resistance، سوري بيقلل ال airway airflow، فبالتالي بيزود الريزيستنس فبيمنع الاير فلو. تاني احنا اتفقنا فوق في السموكينج كوز ان الميوكس بيزيد، واتفقنا ان هو بيعمل انفلاماتوري سيل فبيعمل لي انفلاميشن واديما. فبالتالي اول حاجه انا عندي الميوكس زاد، تاني حاجه عندي سيكنس في الاير او الاير واي وول، ماشي؟ دول ايه يعني بيعملوا لي ايه؟ قال لك ان دول بيقللوا الكروس سيكشنال اريا بتاعت اليومن، فبالتالي بيزود الريزيستنس وبيمنع دخول الهواء، تمام. بيقول لك بقى ان هو بيحصل في التيرمينال برونكيول اللي هي البروكسيمال اوبستراكشن بتاع الانفيزيما، احفظها كده بس عشان دي ممكن تيجي في الامتحان او يسالك عن المكان بتاعها. تحصل في التيرمينال برونكيول، تحصل فين؟ في التيرمينال برونكيول، بروكسيمال الاوبستراكشن في الانفيزيما. طيب ايه السيمتومز بتاعتها؟ قال لك شورتنس اوف بريث، برضو في ويزنج، في شيست بين، هم بتوع الازمه، مفيش حاجه كاركترستيك. طيب قال لك الكرونيك كاف ممكن تعمل لي ميوكس او سبيوتم، بيبقى شكله ازاي؟ قال لك كلير وايت ويلو او جرينش، يعني البلغم يا اما ابيض واصفر او اخضر، ماشي؟ يا اما كلير، يعني كل الانواع، كلير وايت يلو جرينش، ماشي؟ دي اول معلومه. تاني معلومه بقى عليها نجمه طبعا، حاجه اسمها الريد اندكس. ايه الريد اندكس ده؟ بالبلدي كده ده حجم الميوكس، هو بيشوف حجم الميوكس للتوتال سيكنس بتاع البرونكيال وول، ماشي؟ في العادي هو المفروض بيبقى 4/10 حجم الميوكس بالنسبه للسيكنس بتاع البرونكيال وول، بيبقى 4/10 بس، فلو النسبه دي زادت يبقى في مشكله، ده اللي هو الريد اندكس. بس ده كده اللي هو الكرونيك برونكايت، مفيش حاجه صعبه، وفهمناها وظبطنا الدنيا وعرفنا ايه اللي بيحصل بسبب التوباكو سموكينج، وعرفنا ليه الاسباب وايه اللي بيحصل بالظبط، وعرفنا ايه الكاركترستيك او المميز ليه، وفهمنا فيه كل حاجه، مفيش حاجه صعبه.
ده كده ايه؟ ده كان الكرونيك برونكايت اللي هو اول امراض السي او بي دي. كده احنا خلصنا الازمه، خلصنا الكرونيك برونكايت، هنخش على تاني مرض في السي او بي دي اللي هو الانفيزيما. واتفقنا الانفيزيما دي اللي هو مين؟ اللي هو عادل امام. عادل امام على فكره عنده انفيزيما. طيب الانفيزيما دي بالمعنى البلدي كده لما الرئه تبقى بالونه. على فكره لو حد ركز على عادل امام تحس ان هو ماشي وبقى نافخ صدره كده لقدام، هي الفكره ان الرئه فعلا حجمها بتكبر، بتبقى عامله زي البالونه. تمام، اول حاجه الانفيزيما دي abnormal and permanent airway enlargement. permanent يعني مش هترجع زي الاول، يعني مش reversible. تمام، عشان كده قلت لك اعرف ان مثلا الازمه كانت reversible لكن هنا permanent. تاني حاجه يقول لك ان هو airway enlargement distal للterminal bronchiole. عشان كده لو رجعت بالصفحه اللي ورا قلنا على الكرونيك برونكايت ان هي بروكزيمال للاوبستراكشن اللي في الانفيزيما، يعني قلنا ان هي بتحصل في التيرمينال برونكيول وبروكزيمال للانفيزيما، لان الانفيزيما بتبقى ديستال، لكن لو بروكزيمال تبقى كرونيك برونكايت. ماشي، دي تاني معلومه لازم تبقى عارفها. ايه اللي بيحصل بقى؟ قال لك بيحصل ديستراكشن في الالفيولار وول والسراوندد او سراوندنج انترستيشيوم. انترستيشيوم اللي هو التيشو اللي ما بين كل الفيولاي والتانيه بيحصل فيه برضو بيتدمر، يعني الالفيولاي بتتدمر او الوول بتاع الالفيولاي بيتدمر والانترستيشن بيتدمر اللي هو ما بين كل الفيولاي والتانية. طيب دلوقتي حصل ديستراكشن في الوول وحصل ديستراكشن في الانترستيشن، ده هينتج عنه ايه؟ قال لك بيحصل لوس للالاستيك ريكويل، دي اول حاجة. تاني حاجة بيحصل دايلاتيشن في التيرمينال اير سبيس والاير ترابنج، دول تلات حاجات بيحصلوا كريزلت يعني عن اللي فات. اللوست اوف الاستيك ريكويل دي ليها قصه تحت هنحكي عنها بتحصل ازاي، فاحفظ ان هو بيحصل دايلاتيشن في التيرمينال اير سبيس. ماشي ماشي. في بقى الصوره اللي انا هبعتها لكم دي، يعني في صوره كده انا هبعتها لكم، بص عليها عشان تفهم الدنيا باختصار، ان دي واخده عندك بتاع 6 7 سطور في الزفت البي دي اف. انت افهم الكلام هنا هتبقى فهمت المرض كله. شايف رقم واحد عندنا حاجة اسمها الإلاستين. ماشي، ماله الإلاستين ده؟ الإلاستين ده هو المسؤول عن الريكويل أو عن الإلاستيك ريكويل. الإلاستيك ريكويل دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ لا طبعا دي حاجة حلوة. ده الإلاستيك ريكويل ده لما بيتدمر بيحصل انفيزيما، فالإلاستيك ريكويل دي حاجة حلوة. ماشي، طيب الحاجة الحلوة دي مين بيعملها؟ بيعملها الإلاستين. طيب كده في حاجة صعبة؟ لا، يبقى احنا كده عرفنا ان الالاستين ده هو اللي بيعمل لي الريكويل او الالاستيك ريكويل. في بقى رقم اتنين حاجة اسمها الالاستيز. ماله الالاستيز ده؟ الالاستيز ده رخم. لا الالاستين قاعد مبسوط وبيعمل الالاستيك ريكويل والدنيا زي الفل، قالك بس انا هخش ايه، هخرب عليه عيشته. بيروح يعمل انهيبيشن للالاستين، او بيعمل بمعنى اصح دايجست للالاستين. مثلا عندي كميه الاستين معينه بتعمل لي الاستيك ريكويل، رحت انا عملت دايجست للالاستين، بالتالي الالاستيك ريكويل مش هيحصل. يبقى الالاستيز ده حاجه وحشه، اكتب كده حاجه وحشه، الالاستيز حاجه وحشه. ماله؟ بروح يعمل دايجست للالاستين. طيب الالاستيز ده موجود في جسم طبيعي والالاستين موجود في جسم طبيعي، طب انا ربنا عشان يحميني عمل ايه؟ عمل رقم 3 اللي هي الالفا 1 انتي تريبسين. ماله الالفا 1 انتي تريبسين؟ الالفا 1 انتي تريبسين ده بيروح يعمل انهيبيشن للالاستيز، فلما يعمل انهيبيشن للالاستيز بيحافظ على الالاستين، ولما يحافظ على الالاستين بيعمل لي الاستيك ريكويل. تمام، يبقى دلوقتي الالفا 1 انتي تريبسين دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لا دي حاجه حلوه زي الفل، كمان دي بتساعدني في الالاستيك ريكويل بطريقه اندايركت، بس هي بتساعد. يبقى انا دلوقتي لما اقول بيحصل انفيزيما، ما معنى انفيزيما؟ انفيزيما يعني لوس للإلاستيك ريكويل. طب دي هتبقى بسبب ايه بديهيا كده؟ حاجة من اتنين، يا اما الإلاستيز زاد يا اما الألفا 1 انتي تريبسين قل. بس دي القصة باختصار. في حاجة صعبة؟ لا. يبقى رقم واحد الإلاستين ده بيعمل لي إلاستيك ريكويل، رقم اتنين الإلاستيز ده بيعمل دايجست للإلاستين فبالتالي بيمنع الإلاستيك ريكويل، تالت حاجة الألفا 1 انتي تريبسين ده بيروح يعمل انهيبيشن للإلاستيز وبالتالي بيخلي بيحافظ على الإلاستين بالتالي بيعمل إلاستيك ريكويل. فأنت تعرف إن الإلاستين دي حاجة حلوة، الإلاستيز حاجة وحشة، الألفا 1 انتي تريبسين حاجة حلوة. روح اقرا الكلام في البي دي اف، هو هو الكلام بالظبط، مفيش أي اختلاف. طيب قال لك بقى ايه الكوز بتاع الانفيزيما؟ احنا لسه متفقين يا اما زياده الالاستيز
يا اما ديفيشنسي للالفا 1 انتيتريبسين. طيب زيادة الإلاستيز بتحصل عن طريق ايه؟ بتحصل بسبب الزفت السموكينج. شفت يعني حاجة تقرف، تخيل انت بتضيع فلوسك، يعني السجاير غالية، بتضيع فلوسك على حاجة بتدمر اصلا. يعني قلنا ان هي بتعمل كرونيك برونك، بتعمل ازمة وبتعمل كرونيك برونكايت وبتعمل انفيزيما وعلى فكرة بتعمل برونكستيزيس برضو. يعني الاربع امراض بتوع محاضرة النهاردة السموكينج داخل في الاربعة يعني، يعني بتهلك الصحة وبتهلك الفلوس وبتهلك كل حاجة. الناس تشربها تقول لك أصل أنا بعمل دماغ عشان أنسى الهموم. طب جدع انسى همومك وضيع حياتك بالمرة. طيب يبقى اتفقنا، يا إما زيادة الإلاستيز يا إما نقص الألفا 1 أنتي تريبسين. الإلاستيز بيزيد عن طريق إيه؟ عن طريق السموكينج بس. هو بقى بيقول لك كده في وسط الرغي ده كله، أنا هقول لك كده بالعربي يعني، هو بيقول لك إن السموكينج هو الموست سيجنيفيكانت ريسك فاكتور. تمام، قال لك قليل قوي بيجي لهم انفيزيما وما يكونش بيشرب سجاير. يعني اغلب يعني مثلا الانفيزيما دول 99.9 بيجي لهم بسبب السجاير، واحد مثلا من 10 يجي لهم بسبب ان هو ما بيشربش سجاير. ممكن يبقى فيها عوامل وراثيه شويه شويه، جينيتك ديزوردر، بس ده يعني مش مشهور خالص. بس يقول لك بقى ان البارتكلز بتاعت السجاير او الاش بارتكلز اللي في السجاير بتخش الالفيولاي وبتزود لي النمبر بتاع نيتروفيلز وماكروفيج، فبالتالي بتزود الالاستيز. بس واكسس الاستيز في الاخر بيعمل لي دايجست الالاستين. بس ده الحوار باختصار بتاع السموكينج او اللي هو زياده الالاستيز. نيجي بقى النقطه اللي بعديها، حاجه هيريديتري اللي هو ايه، اللي هو الالفا 1 انتي تريبسين. ده زي ما اتفقنا دي حاجه حلوه، فهيعمل لي انفيزيما لو حصل لها نقص ديفيشنسي. قال لك اول حاجه ان هو اكاونت فور 1% من الانفيزيما كيز. يبقى الاغلب زي ما اتفقنا الاغلب بيبقى بسبب زيادة الإلاستيز. ليه؟ بسبب السموكينج. قال لك 1% بس بيبقى سبب الألفا 1 أنتي تريبسين ديفيشنسي. قال لك أول حاجة الإنفيزيما ديفلوب سكندري، يعني مش الإنفيزيما حصلت على طول كده، لأ ده هو حصل حاجة يعني هي هيرديتري الأول وحصل ألفا 1 أنتي تريبسين بعد كده حصل إنفيزيما، فحط خط تحت إنفيزيما ديفلوب سكندري. ماشي، دي أول معلومة. تاني حاجة قال لك ان الناس اللي عندها الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي ديفلوب انفيزيما ات ماتش يانجر ايج زين سموكرز، وبيبقى يانجر زين 45 سنة. يعني للأسف اللي بيبقى عنده الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي بيجيله انفيزيما اسرع من الناس اللي سموكرز. ماشي، ان دي حاجة هيرديزري يعني حاجة وراثية، مش فخلاص ده حظه الاسود بقى. ماشي، دي تاني معلومة. دخل بعد كده بقى على الباثولوجي، احنا عندنا تو سب تايب من الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي. اول حاجه بان اسينر او بان لوبيولر، يعني ايه؟ يعني بياخد الاسينر او اللوبيول كله. ما هو كلمه بان يعني كل، بتقيله ايه ان في اللاتيني يعني كل. ماشي، ده اول سب تايب فيهم. تاني سب تايب اسمه سنتري اسينر او سنتري لوبيولر. تمام، حتى جاي من اسمها سنتري، دي هي بتاخد جزء. ممكن تعمل كده مقارنة لطيفة ما بين الاتنين ازاي؟ اول حاجة البان اسينر او البان لوبيلر ده بيحصل دايلاتيشن في الانتاير اسينس، كل حاجة بقى الريسبيراتوري برونكيول والالفيلار داكت والالفيلار ساك، يعني كل الالفيلاي بالسلطات بالبابا غنوج وشوية طعمية وبص عاش حياته على الاخر ما بيسيبش حاجة. ماشي، دي اول معلومة، بيحصل دايلاتيشن في الانتاير اسينس اللي هم الريسبيراتوري برونكيول بالالفيلار داكت بالالفيلار ساك، دي اول معلومة. تاني معلومة ان هو بيعمل او بيأفكت اللور لوب، بيأفكت مين؟ اللور لوب. تالت معلومة ان هو associated with alpha 1 antitrypsin deficiency. حلو كده؟ حلو. على فكرة التو سب تايب دول مش من الالفا 1 antitrypsin deficiency، سوري، التو سب تايب دول من الانفيزيما عموما، يعني سواء بقى سموكينج مش سموكينج الفا 1 antitrypsin كده اي حاجة، دول تو سب تايب من الانفيزيما. اول حاجه البان اسنر، تاني حاجه السنتري اسنر. واحنا لسه متفقين من شويه ان الاخطر بيبقى اللي ليه علاقه بالالفا 1 انتي تريبسين، وقلنا حتى ان هو بيقلب انفيزيما بسرعه وكده. فالنوع الاولاني اللي هو البان اسنر ده دايلاتيشن في الانتاير اسنس كله كله بالسلطات بالبابا غنوج، بيأفكت اللور لوب. وتالت معلومه ان هو اسوسييتد بالالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي. عرفنا عنه ثلاث معلومات، اعكسهم في ال في السنتري اسينر او السنتري لوبيلر. ليه؟ هو بيقول لك ان هو بيحصل دايلاتيشن في الباروكزيمال بارت من الاسينس اللي هم مين؟ اللي هم الريسبيراتوري برونكيول.
لا جبنا سيرة الالفيلار داكت ولا جبنا سيرة الالفيلار ساك. ماشي فوق عشان كان بان اسنر فكان بياخد التلاتة، لكن تحت ده سنتري اسنر فبياخد الباروكسيمال بورد من الاسنس او اللي هو الريسبيراتوري بونكيول. دي اول معلومة. تاني معلومة ان هو لوكالايز الابر بارت من اللنج، فوق كان اللور لا هنا الابر. تالت معلومة ان هو اسوسييتد وذ سموكينج. فانت لو حبيت تعمل كده مقارنة ما بين التو سب تايب بتوع الانفيزيما هتقول عندي بان اسنر وعندي سنتر اسنر. البان اسنر ده دايلاتيشن في الانتاير اسنس اللي هم الريسبيراتوري برونكيول والالفيلار داكت والالفيلار ساك. على الناحية الاخرى ده بيبقى دايلاتيشن في البروكسيمال بارت اللي هم الريسبيراتوري برونكيول فقط. تاني معلومة ان البان اسنر بيأفكت اللور لوب، لكن السنتري اسنر افكت الابر لوب. تالت معلومة ان البان اسنر اسوسييتد ويز الفا 1 انتي تريبسين، لكن السنتري اسنر اسوسييتد ويز سموكينج. كده احنا خلصنا النوعين بتوع السي او بي دي. يبقى خدنا الازمة، خدنا الكرونيك برونكايت والانفيزيما. اخر حاجة متبقية لنا اللي هي البرونكستيزيس، اخر مرض خلاص في الاربعة اللي احنا اتفقنا عليهم من اول المحاضرة. البرونكستيزيس دوت في رغي كتير على فكرة، انا بعد يعني يعتبر اسوأ واحد فيهم اصلا، وفي حاجات كتير قوي بتسببه او تعمله. بس نقرا مع بعض كده نشوف المهم. لك اول حاجه هو irreversible dilatation of the airway. irreversible خط تحت irreversible، تمام. ايه سببه بقى؟ سببه repeated episode of infection او episode of infection. يعني ايه؟ يعني تبقى عدوى متكرره كل شويه بيحصل له bacterial infection bacterial infection bacterial infection، تمام. وممكن يحصل له inflammation، ففي الاخر بيحصل destruction للبرونكاي او البرونكيول وول. فايه سببه؟ repeated infection repeated infection و irreversible. دول اهم كلمتين في السطرين دول. طيب وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ قالك بيحصل لوز في الالاستيك ريكويل، تمام، مفيش حاجه جديده. قالك بقى ان الاير بيبقى ترابد في اللنج، ان هو مش قادر يخرج الهواء. ما حصل الالاستيك ريكويل خلاص، مفيش الاستيك ريكويل ومش قادر يخرج الهواء. مع كده في نفس الوقت بتبقى في الابيليتي بتاعه الفايت انفكشن بتقل، يعني هو مش قادر ان هو يعمل فايت الانفكشن، مش قادر يحاربها. فبالتالي بيحصل بكتيريال كولونايزيشن، بيحصل بولينج للسيكريشن، بيحصل انفلاميشن. ودي حاجه اسمها فيكيوس سايكل. يعني ايه فيكيوس سايكل؟ دي سلسله احداث بتتكرر. يعني هو بيحصل ان هو حصل لوز الالاستيك ريكويل، مش قادر يطلع الهواء، فبالتالي الهواء بيفضل في اللنج فما بيقدرش يحارب مثلا العدوى الانفكشن. بيحصل بكتيريال كولونايزيشن، كده سلسله احداث ورا بعض. طيب هل الفيكشوال سايكل على الرغي ده كله؟ لا، هي الفيكشوال سايكل ديت على اول حاجه بكتيريال كولونايزيشن، وبيحصل بولينج للسيكريشن، فبالتالي بيحصل انفلاميشن. هما دول الفيكشوال سايكل. بس دول اصلا مش هيحصل له غير من الاول لو كانش فيه الاستيك ريكويل فما يقدرش يواجه الانفكشن والكلام ده. فهي تعتبر الاحداث كلها مترتبه على بعض، بس فاعرفهم يعني بالترتيب. كلمه تريبد، تربد يعني حبس، يعني الهواء بيتحبس في اللنج. كلمة بولينج اوف سيكريشن يعني كأن العيان ده عنده حمام سباحة من الميوكس، في حمام سباحة ميوكس. كلمة بولينج يعني بيبقى حمام سباحة. فهو لما بيقولك ان يكون في بكتيريال كولونايزيشن بعد كده بولينج اوف سيكريشن، يعني السيكريشن دي بتبقى عاملة زي حمام السباحة. بس ايه بقى الاسباب بتاعتها؟ اول حاجة قالك ممكن اوبستراكشن، يا اما تيومر يا اما فورين بادي يا اما ميوكس. تاني حاجه defective airway او سيلياري كليرنس. احنا اتفقنا ان السيليا دي بتطرد السبيوتم او بتطرد الميوكس. لما حصل فيها defective كليرنس هي مش قادره تطرد، فيعمل لي برونكستيزيس برضو. تالت حاجه السموكينج. الله يخرب بيت السموكينج ليه؟ قال لك الايريتانت اللي بتيجي من السموك بتدمر السيليا وبتقلل قدرتها ان هي تعمل كلير سيكريشن. طب تمام، دي احنا عارفينها. تاني حاجه بحط جنبها نجمه، برايمري سيلياري ديسكاينيزيا. ديسكاينيزيا فقدان القدرة على الحركة، معنى كلمة ديسكاينيزيا فقدان القدرة على الحركة. وسيلياري يعني بتيجي في السيليا، وبرايمري يعني حصلت في السيليا على طول، مش مثلا حاجة في الجسم راحت أثرت على السيليا، لا ده برايمري سيلياري ديسكاينيزيا فقدان قدرة السيليا على الحركة. ليها اسم تاني اسمه كارتيجنر سيندروم، نجمة طبعا وشباك ونقطة وكل حاجة. كارتيجنر سيندروم، ايه الكارتيجنر سيندروم دوت؟ ده ليه علاقة بالبرونكستيزيس وليه علاقه برضو بالعقم. هتقول لي ازاي؟ اول حاجه ليه علاقه بالبرونكستيزيس، لانه بيأثر على السيلياري وعلى الحركه بتاعتها ويعمل ديسكاينيزيا، تمام. دي معلومه. طيب تاني معلومه، ليه بقى ممكن يعمل انفيرتيليتي؟
قال لك لان هو بيبقى موجود يا اما في الفالوبيان تيوب، هي مش مكتوبه هنا تقريبا المكان ولا مكتوبه، مكتوبه يا اما موجوده في الفالوبيان تيوب في الفيميل، يا اما في الابيديرمس او في الفاس ديفرنس في الميل. تمام. طب في الميل لو موجود في الابيديرمس او في الفاس ديفرنس بيعمل لي ايه؟ بيعمل امو تايل سبيرم، امو تايل سبيرم. السبيرم مش قادر يتحرك، انت عشان يحصل فيرتلايزيشن السبيرم بيتحرك ويروح على الفلوبيان تيوب، بيحصل هناك الفيرتلايزيشن الاخصاب. خدناه في ثانوي، ثانويه عامه. لا هنا بقى لما يكون في دلوقتي كارتيجنر سيندروم او ديسكاينيزيا في المكان دوت، في الفاس ديفرنس او في الابيديرمس، فبالتالي بيبقى في امو تايل سبيرم. ولو حصل كارتيجنر سيندروم في الفالوبيان تيوب فبيحصل ديس فانكشنال فالوبيان تيوب ان فيميل. فالوبيان تيوب فيها زي حاجات كده بتشفط السبيرم ناحيتها، فبرضه بتحصل فيها مشاكل، فبالتالي بيعمل انفيرتيليتي. تالت حاجه قال لك ممكن يعمل سايتس انفيرسس، او عند الناس اللي عندها سايتس انفيرسس اللي هو ديكستوكارديا. ديكستوكارديا يعني القلب بناحيه اليمين، ده بيبقى عيب خلقي، ناس مولوده بيه وعنده ديكستوكارديا يعني القلب ناحيه اليمين مش الشمال. تمام. يبقى اول حاجه الكارتيجنر سيندروم، نجمه مهمه. تاني حاجه سيستيك فايبروزيس، نجمه برضو مهمه. طب ايه سيستيك فايبروزيس دوت؟ ده بيبقى برودكشن اوف سيك سيكريشنز، برودكشن اوف سيك سيكريشن. يعني ايه؟ عارفين المندولين لما تيجي تاكل المندولين وتقسم حته كده نصين تبقى فيه زي حاجه لزجه جايه جوه بيبقى لونها اصفر، هو ده بالظبط سيك سيكريشن، هو البرودكشن اوف سيك سيكريشن. يعني روح كده اشتري من الراجل مندولين وقول ايه ده؟ سيستيك فايبروزيس اهي، ماشي. ده الايه؟ ده اللي هو السيستيك فايبروزيس، برودكشن اوف سيك سيكريشن، ويعمل لي كرونيك انفكشن. ده بالنسبة للنقطة بتاعت السموكينج. حلو كده، او في حاجة صعبة؟ لا. بس دخل بعد كده على الميكروسكوبيك بيكتشر. اول حاجة هنعلق على البرونكاي، قال لك ايه اللي حصل لها؟ بتبقى دايليتد طبيعي، والابيسيليم بيبقى سكويمس ميتابليزيا او ألسريشن، يا اما بيبقى فيه قرحة يا اما سكويمس ميتابليزيا. مهمة جدا عشان دي المرة الوحيدة اللي ذكرنا فيها ألسريشن أو سكومز ميتابليزيا، فدي كاركترستيك للبرونكستيسيس لازم تحفظها. تاني حاجة بيقولك إن اليومن ديسكويمد إبيثيليوم وفيه نيتروفيلز وريد سيل، دي تاني معلومة. يبقى لو سألك عن البرونكاي هي دايليتد، لو على الإبيثيليوم يبقى سكومز ميتابليزيا أو ألسريشن، لو على اليومن يبقى نيتروفيلز وريد سيل. بعد كده شوية كلام كده يعني اقراهم عادي، يقولك إن البرونكيال وول بيبقى فيه ديستراكشن للميوكو إلاستيك تيشو او الماسكولو الاستيك تيشو، وبيبقى فيه فايبرس تيشو. تمام، حط خط تحت فايبرس تيشو، يبقى البرونكيال وول بيبقى فيه فايبرس تيشو. بس بعد كده بقى يقولك ان هو بيبقى فيه اكيوت وكرونيك انفلاماتوري سيل. تمام، دي مفيش حاجه. يقولك ان البلوره اللي بيحصل فيها مشكله بتبقى اديرنت، بتلزق. بس ده كده الايه؟ ده كده الميكروسكوب بيكتشر. اهم حاجه اول اتنين اللي هم السكومس ميتابليزا والالسريشن في البرونكاي او في الابيثيليوم يعني، وان اليومي بيبقى فيه نيتروفيلز وريد سيل. الباقيين يقراهم عادي، ان هم برضه اول مره يتذكروا هنا، لا جبنا سيره فايبرس تيشو في الوول ولا جبنا سيره ان البلوره بيحصل فيها ادهيرنت غير هنا، فلازم تبقى عارفهم. دخل بقى كده على الكلينيكال فيتشر. العيان ده هيجي لك يشتكي من ايه؟ يقول لك انا يا دكتور عندي، ان كلام بالعربي بقى كان يقرا، يا دكتور عندي بلغم فيه دم. تمام، او ريحه البلغم ليه ريحه غريبه. يا دكتور انا بقعد اكح. هتقول له طب انت بتكح لمدة سنتين وثلاث شهور في السنة؟ يقول لك لا، دي كح على مدار السنة وبتيجي في صورة هجمات، يعني يبقى قاعد مثلا وراح يقعد يكح يكح يكح. يقول لك مثلا يا دكتور ده انا كنت قاعد مع اصحابي مثلا على القهوة، جيت بعد كده اقوم اروح اشتري حاجة راح جت لي الكحة، تبقى في صورة هجمات. تمام، تقول له طب هي بتجيلك الصبح ولا بالليل؟ يقول لك لا دي بتيجي في الصبح او بتشد في الصبح. ده كله يبقى يدل على ايه؟ يدل على برونكستيزيس، ماشي. فتفرق اللي بينها وما بين الكرونيك برونكايت، ان الكرونيك برونكايت كان لينا شرط اللي هم اتليست سنتين واتليست لمده 3 شهور وكانت برودكتيف كاف. لا هنا، لا هنا مش اتليست سنتين ولا حاجه، يعني ممكن تبقى اكتر او اقل، ومش شرط 3 شهور، ممكن تبقى اكتر او اقل. بعد كده دي في صوره هجمات اصلا. نقرا الكلام، قال لك سيفير بيرزيستنت كاف وميوكو بيرلانت سام تايم فاول سميلينج، يعني ريحته غريبه، او بلاد سبيوتم. دي اول حاجه، بلاد سبيوتم يعني البلغم في دم. تاني حاجه انك قال لك ان الكف تبقى يعني في صوره بروكزيزمال، بروكزيزمال يعني هجمات،
specially in the morning أو changing the position. يعني إيه؟ يا إما بتيجي فترة المورنينج الصبح، يا إما لو في change في البوزيشن يعني وأنا بغير مكاني أو موضوعي. طيب ده الكلينيكال فيتشر. إيه بقى الكومبليكيشن؟ عد معايا، هما 7. أول حاجة هيموبتزيس، هيموبتزيس يعني كحة بدم. تاني حاجة اللونج ابسس اللي خدناه في المحاضرة اللي فات، يعمل له خراج. تالت حاجة ممكن يحصل لوكال سبريد للانفكشن، يروح على فين؟ أول حاجة جنب اللونج، ايه؟ البلورة. لو راح البلورة يعمل لي هناك خراج امبيما أو امبايما، ممكن يعمل لي نيمو سوركس يدخل لي هوا في البلورة أو جوه السوركس، يعني يعمل لي سابيوراتيف بريكاردايت، ده لو راح على البريكاردي مع القلب. يبقى 3 حاجات لوكال سبريد، يعمل لي سكندري اميلويدوزز. اميلويدوزز ده اصلا ايه؟ او ايه الاميلويد ده؟ يبقى الاميلويد ده بروتين ضار، ماشي. سكندري اميلويدوزز يعني ترسب البروتين الضار ده في الجسم، وسكندري ان هو ما حصلش دايركت، ده حصل بسبب ان عندي برونكستيزز، والبرونكستيزز عمل لي الاميلويدوزز، فبنقول عليه سكندري. على فكرة ده اسمه بالعربي داء التشمع، ده كان عند عمر سليمان اللي هو كان نائب رئيس مبارك من 10 سنين او 12 سنة حاجة كده، كان عنده حوار الاميلويدوزز ده وداء التشمع، مات بسببه. خامس حاجة يحصل لونج فايبروزز. سادس حاجة دي بتاعت البلهارسيا، يعني هو يقولك ان هو بيعمل اكسيزيف فايبروزز ويعمل بالمونري هايبرتنشن، ماشي. في كلمة مكتوبة في الأول اللي هي الكوربيو او الكوربيال مونالي، ده تبقى كومبليكيشن كده او حالة، حاجة بتحصل بتعمل رايت سايد هارت فيلير، تمام. يعني كلمة كوربيال مونالي ديت، ده بمعنى اخر كده رايت سايد هارت فيلير، في فشل او ضعف في عضلة القلب اليمين، تمام. وليه او ده بيبقى سبب ايه؟ اكسيزيف فايبروزز، يعني في فايبروزز شديد، احنا اتفقنا فوق في الميكروسكوب بيكشر ان في فايبروزز او في فايبر ستيشو، يعني فاكسيزيف بقى اكسيزيف فايبروزز، فبيعمل لي بالمونري هايبر تنشن. ليه بالمونري هايبر تنشن؟ اتفقنا ان القلب اليمين بيودي على البالمونري، على البالمونري، بعد كده البالمونري بتروح للليفت سايد واللي هي اللفه بتاعه المفروض اخدها في الكارديو، فلو حصلت مشكله في الناحيه اليمين تحصل مشكله على طول في البالمونري، فبيعمل البالمونري هايبر تنشن. سابع حاجه والاخيره ممكن يعمل لي كانسر والعياذ بالله، لونج كانسر. كده احنا ايه؟ قرينا كومبليكيشن وفهمنا كل حاجه. فالمحاضره كلها بتتكلم عن 4 امراض، اول حاجه الازمه، تاني حاجه الانفيزيما والكرونيك برونكايت اللي هم السي او بي دي، او تاني وتالت حاجه يعني، ورابع حاجه اللي هم البرونكستيزيس. كل حاجه عرفنا ايه المهم وايه السؤال في الامتحان، والسؤال بيجي دايركت على فكره مباشر، ومحاضره سهله ولذيذه. قدرت تعمل كل مرضين كده في جدول تبقى كينج عشان تلم الدنيا. يعني تخيل مثلا المحاضره الاولانيه تكون انت عملت الجدول اللي انا قلت عليه، هتبقى لميت يعتبر 3/4 محاضرة في جدول، وفي تاني محاضرة تكون عملت الجدولين اللي أنا قلت عليهم، وتالت محاضرة تعمل جدول أو جدولين، فحرفيا هتبقى لمم 3 محاضرات مثلا في 4 5 جداول. كينج كينج باثولوجي، انت هتدي كورسات السنة الجاية بس. فأتمنى يعني تكونوا بتعملوا جداول أو تلخيصات بنفسكم، وتطلع المهم وتعلم على المهم والكلام ده. دي كانت المحاضرة الثالثة، هو إن شاء الله برضو الباقي اللي جاي مش صعب. يعني ال restrictive lung disease لذيذة مش كبيرة. الخمسة هي اللي مليانة رغي سيكا، يعني مليانة رغي سيكا وفيها تيومرز كتيرة، بس يعني لحد ما تتلم برضو. والرابعة سهلة خالص ال restrictive ديت، والobstructive برضو اللي احنا خلصناه دلوقتي سهلة. الباثولوجي بتاع البيوتري ان شاء الله في جيبكم، يعني بعد ان شاء الله الشرح، بعد كده مذاكرة الأسئلة لما تنزل، وبعد كده ان شاء الله هنراجع مع بعض تاني قدام. فيعني الباثولوجي ده في جيبك على ضمانتي انا. بس دي كانت محاضرة الـ Obstructive Lung Disease. لو في حاجة مش مفهومة في المحاضرة التالتة قولولي، يا دكتور احنا مفهمناش كذا. ولو في حاجة مش مفهومة في ال3 محاضرات اللي فاتوا قولولي. ليه؟ لأن احنا دلوقتي هما 5 محاضرات واحنا كده خلصنا 3، يعني انت مخلص أكتر من 50% من المحاضرات. فانت لو فضلت مثلا في حاجة مش عارفها ومراكمها أو لسه مذاكرتش اللي فات، لأ غلط. انت المفروض بتذاكر مثلا الأولى، بعد كده تيجي تذاكر التانية بتعمل القراية أو مراجعة للأولى. هتيجي تذاكر دلوقتي 3 محاضرة هتذاكرها، وبعد كده ترجع الأولى والتانية وهكذا. انت كل ما تذاكر جديد بترجع القديم، فلازم تبقى متمكن من الـ3. حلو، فلو في حاجة مش فاهمينها سواء في ديت أو في اللي فات اسألوني، ولو في أسئلة قدامكم مثلا ومش فاهمينها برضو أو حاجة مش واضحة برضو ايه
اسألوني فيها. بس دي كانت تالت محاضرة باثولوجي، اتمنى من الله ان انا اكون افدتكم او عرفت اسهل عليكم، وبالتوفيق يا شباب ان شاء الله.